بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل مع بعض ان شاء الله محاضرات البروسيس سينثيسيس، والنهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض شابتر 6 اللي كنا اتكلمنا فيه عن ازاي افهم البروسيس كونديشنز الهاي تمبريتشر هاي بريشر لو تمبريتشر او لو بريشر والسبيشال كونسيرنز الموجوده في الاجهزه المختلفه سواء في الاكسشينجرز الميكسرز في الفالفز وهكذا. تعالوا ناخد النهارده كيس ستادي، هنعمل ايفالويشن للرياكتور اللي موجود في البروسيس بتاعه التولوين هيدرو دي الكاليج. الرياكتور دوت لو تفتكروا طبعا عدى علينا في كذا محاضره قبل كده، سواء من اول ما ابتدينا من البروسيس فلو دايجرام وهكذا. الرياكتور ده لما رسمنا الماتريكس ظهرت لنا كذا اكس فيه، ان هو بيشتغل عند هاي تمبريتشر، ان هو بيشتغل عند هاي بريشر، وان الفيد بتاعه نون ستيكيومتريك فيد. خلاص؟ بيشتغل عند 600 درجه مئويه، بيشتغل عند 25 بار، وفي سيس هيدروجين ده رياكتنت وموجود برودكت بكميه معقوله او كميه كبيره اللي هو الميثين. تعالوا نحاول نطبق المهارات اللي اتعلمناها في المحاضره اللي فاتت في الاناليسز بتاع الرياكتور بتاع الطلول. تعالوا نتفق مع بعض على استراتيجيه هنتبعها في الايفالويشن بتاع الرياكتور او السبيشال كونديشنز اللي في الرياكتور. اول حاجه هنبص على الثيرموداينامكس، نشوف ايه الداتا اللي احنا محتاجينها، ونيفالويت الرياكتور او الكونديشنز السبيشال كونديشنز او الكونديشنز اوف سبيشال كونسيرن في الرياكتور من وجهه نظر الثيرموداينامكس. تمام؟ وبعدين نعمل نفس الحكايه مع الكاينيتكس. تمام؟ طيب ايه هي المعلومات اللي انا محتاجها عشان اعمل ايفالويشن للثيرموداينامكس؟ هحتاج الهيت اوف رياكشن، هحتاج الفيز تشينج لو في اي فيز تشينج، والاكوليبريم كونفرجن. ده الرياكشن بتاعي اهو، تولوين زائد هيدروجين هيديني بنزين زائد ميثين، 1 مول زائد 1 مول هيديني 1 مول زائد 1 مول. تمام؟ عشان اجيب الاكوليبريم كونستانت والهيت اوف رياكشن بيبقى عندنا معادله نجيبها من الليترتشر من الكتب، لين كي بي بيساوي 13.51 زائد 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 ناقص وهكذا. كل دي فانكشن في التمبريتشر، نفس الحكايه بالنسبه للدلتا اتش رياكشن فانكشن في التمبريتشر. احنا هنشتغل او الرياكتور بيشتغل عن 600 درجه، فالكي بي لو حسبنا الاكوليبريم كونستانت من هنا 265، والدلتا اتش رياكشن بماينس 49500، وطبعا ماينس معناه ان هو اكزو ثيرمال كيلو جول لكل كيلو مول. دي رسمه الاكوليبريم كونستانت وتغيره مع درجه الحراره. من الواضح عشان ده اكزو ثيرمال رياكشن، فكل ما بزود الحراره كل ما الاكوليبريم كونستانت بيقل. تمام؟ ودي رسمه الدلتا اتش رياكشن مع الحراره زي ما احنا شايفين، كل ما بزود درجه الحراره كل ما دلتا اتش رياكشن بتزيد، ولكن الزياده مش كبيره قوي، يعني مثلا من 300 ل 600 ضعف درجه الحراره، لو بتكلم بقى ان ديجري سي يعني، هنلاقي الدلتا اتش رياكشن زادت من 46 الى اولموست 49 وشويه، فال يعني مش فيري سترونج فانكشن في التمبريتشر. تعالى نبتدي نحلل جزء جزء في السبيشال كونسيرن. اول سبيشال كونسيرن ايه عندي؟ ان انا بشتغل عند هاي تمبرتشر، درجه حراره عاليه. طيب درجه حراره عاليه، انا الرياكشن عندي اكزوثيرميك، وبالتالي الهاي تمبرتشر مش مفيده لان هي هتقلل لي الايكوليبريم كونفرجن، وده شيء مش مفيد. تعالوا نحسب الكونفرجن عند 600 درجة. لو حسبناه عند 600 درجة باستخدام الفيد كونديشنز اللي موجودة عندنا في الكتاب، اللي هي الكونسنتريشنز اللي داخلة أو الفلوريتس اللي داخلة، هنلاقيها موجودة في الكتاب كأرقام تفصيل. هلاقي إن الكونفرجن الإكوليبريم كونفرجن عند 600 درجة 99.7. ده معناه إيه؟ معناه إن حتى عند 600 درجة الاكوليبريم كونفرجن ممتاز، رقم ممتاز، رقم عالي جدا. وبالتالي فانا لما اشتغلت عند درجه حراره عالية، يعني مثلا لو كنا حسبنا الاكوليبريم كونفرجن مثلا عند درجه حراره بدل 600 عند 200 مثلا ولا عند 300، هنلاقي مثلا بدل 99.7 هنلاقي مثلا 99.9. يبقى اذا
تغير الكونفرجن مع درجة الحرارة بيقل مع زيادة درجة الحرارة، ولكن النقصان بتاعه قليل جدا لدرجة ان عند 600 درجة لازال الاكوليبريم كونفرجن فيري هاي 99.7. خلاص. طيب نستنتج من كده ايه؟ نستنتج ان الكونفرجن مش متأثر قوي بزيادة درجة الحرارة، حاجة بسيطة خالص، لكن لازلت مش شايف، احنا مش شايفين سبب ان هو يشتغل عن 600 درجة. احنا بنحاول نفهم هو ليه الرياكتور شغال عن 600 درجة. المعلومات اللي قصادي لحد هذه اللحظة مش قايله لي انا ليه شغال عن 600 درجة. تمام، يمكن حاجة تظهر بعد كده هنشوف ونكمل ايفاليويشن. تاني نقطة، الهاي بريشر في الرياكتور. احنا بنشتغل عند بريشر 25 بار. الاستيكيومتري بتاعت الرياكشن 1 مول زائد 1 مول بيدي 1 مول زائد 1 مول، وبالتالي ايكوال نمبر اوف مولز، عندي ايكوال نمبر اوف مولز ما بين الرياكتنت والبرودكت، وبالتالي البريشر مش هيأثر على الاكوليبريم. يبقى انا مش فاهم لحد دلوقتي، مش فاهم ليه من وجهه نظر الثيرمودينامكس. خد بالك احنا كل ده عمالين نقيم من وجهه نظر الثيرمودينامكس. من وجهه نظر الثيرمودينامكس احنا مش فاهمين ليه انا بشتغل عند بريشر عالي. تمام. تالت حاجه في الرياكتور ان انا عندي نون ستيكيومتري. ازاي؟ ادي الفيد كونديشنز اهو، هيدروجين 735.4 كيلو مول بر اور، الطولوين 144، دول رياكتنتس. البرودكت سي اتش 4 موجود في الفيد، وده يعني غريبه، هو ليه في برودكت موجود في الفيد اللي داخل الرياكتور؟ المنطقي نقول لا، اللي داخل هو الرياكتنس بس، الهيدروجين والتولوين، لكن هنا في فيد وبكميه مش قليله، سي اتش 4 كميته مش قليله. البنزين كبرودكت داخل مع الفيد ولكن بتريسز، يعني نسبته قليله جدا وبالتالي مش كونسيرن بالنسبه لنا. فالتو كونسيرنز بتوعنا هو وجود الهيدروجين بنسبه كبيره جدا، يعني اكتر من 400% اكسس، و سي اتش 4 كبرودكت داخل مع الفيد. دول تو كونسيرنز هنتكلم عن كل واحد منهم لوحده. تعال نناقش اول جزئيه الخاصه بوجود اكسس هيدروجين في الفيد. تعال كده نشوف الكي ايكوليبريم بتساوي طبعا حاصل ضرب تركيز البرودكتس على حاصل ضرب تركيز الرياكتنتس. طبعا طالما نفس النمبر اوف مولز فكل نمبر اوف مولز هنا مقسوم على ان توتال فهيروح مع بعضه، فكان عندي كي ايكوليبريم هيساوي النمبر اوف مولز بتاعت البنزين مضروبه في النمبر اوف مولز بتاعت الميثين على النمبر اوف مولز بتاعت التولوين مضروبه في النمبر اوف مولز بتاعت الهيدروجين. فلو فرضنا الكونفرجن اكس، وطبعا هيبقى بيزد على الليميتنج اللي هو التولوين، فهيبقى المولز بتاعت البنزين هي اللي داخل في الاول زائد اللي اتكون اللي هو اكس في ان تولوين نود مضروبه في الميثين اللي داخل زائد اللي اتكون مقسوم على التولوين اللي داخل ناقص اللي اتفاعل، وهنا الهيدروجين اللي داخل ناقص اللي اتفاعل. تمام. نيجي بقى للارقام. الكي ايكوليبريم 265 عند 600 درجه. هنعمل هنحل المعادله دي مرتين، مره لو كان الهيدروجين اكسس زي ما هو الكيس عندنا، ومره لما يكون هو بنفس الاستيكيومتريك ريشيو، فهيبقى النمبر اوف مولز زي النمبر اوف مولز بتاعت التولوين 144. فلو حلينا هنا وهنلاقي الكونفرجن 0.997 وهنا 0.895. يبقى شفنا هنا ان وجود الهيدروجين ان اكسس بيحسن او بيزود الكونفرجن بتاع الاكوليبريم. تمام. فهي هنا ابتدينا نلاقي جاستيفيكيشن، هو ليه زود الهيدروجين؟ فلقينا ان الكونفرجن زاد من لو كنا استخدمنا الاستيكيومتريك ريشيو من 0.895 الى 0.997. يبقى الكونكلوجن ايه؟ وي سي ا بينيفيت اوف يوزنج اكسس هيدروجين. تمام. تاني جزئيه محتاجين نتناقش فيها هي وجود الميثين في الفيد، وموجود بنسبه كبيره. تعالوا برضو نبص عليها من ناحيه الثيرمودينامكس. لو بصينا للمعادله، ادي كي ايكوليبريم هيساوي البرودكت مضروبين في بعض على رياكتنت زي ما شفنا في السلايد اللي فات. لو بصينا على المعادله دي هنلاقي ان كميه الميثين اللي في الفيد اللي هي ان ميثين نود بتتناسب
عكسي مع الكونفرجن، يعني لو كي دي ليها قيمه ثابته هنوده الناحيه الثانيه يبقى كي كوليبريا مضروب في القوسين دولت وبعدين مقسوم على القوس بتاع البنزين، وبعدين كل ده مطروح من اكس في ان تولوين. الكلام ده لو حسبناه هنلاقي ان الميثين ال N ميثين نود الكميه الميثين الموجوده في الاول بتتناسب عكسي مع الكونفرجن، فكل ما دي زادت كل ما الكونفرجن قل خلاص. وبالتالي فاحنا متوقعين ان وجود الميثين في الفيد بنسبه كبيره هيبقى شيء نيجاتيف لانه هيقلل الكونفرجن. لما بنعمل حسابات بنلاقي ان ايفن في وجود كميه سيجنيفيكانت من الميثين فالكونفرجن كان 99.7 اللي هو الاكوليبريم كونفرجن. فمن الواضح ان النسبه بتاعه الميثين اللي موجوده مش هتخلي اكس تقل بنسبه كبيره، وبالتالي فالكونكلوجن بتاعنا ان بالرغم ان احنا مش شايفين سبب لحد دلوقتي لوجود الميثين في الفيد الا ان هو مش بيأثر قوي على الكونفرجن، مفيش تاثير كبير على الكونفرجن. طيب تعالى نبتدي نتكلم من وجهه نظر الكاينتكس ونبتدي بالجزء الخاص بالهاي تمبرتشر اللي موجوده في الرياكتور اللي هي 600 درجه. شويه معلومات. اول حاجه ان الرياكشن بيتم في الجاز فيز، والرياكشن كاينيتيكالي كنترولد، ما هواش كنترولد بالماس ترانسفير ولا بالهيت ترانسفير، دي معلومات عندنا، وما عندناش سيجنيفيكانت سايد رياكشن. تمام. الرياكشن ده لما هنبص على الليتريتشر هنلاقي الاكتيفيشن انرجي بتاعته 148.1 كيلو جول لكل مول. نقدر ببساطه جدا نعمل مقارنه ما بين الريت عند 600 درجه والريت عند 400 درجه مئويه، مجرد يعني كبنش مارك نقارن. هنلاقي ان الريت عند 600 درجه اللي هي الدرجه اللي احنا بنشتغل عندها 430 مره اكبر من الريت عند 400 درجه مئويه، وتقدر تحسبها، موجود الاكزامبل في الكتاب. معنى ده ايه؟ ان انا لو اشتغلت عند 400 درجه هحتاج رياكتور اكبر من الرياكتور اللي عند 600 درجه 430 مره عشان يحقق لي نفس التاسك. تمام. وبالتالي ايه الكونكلوجن؟ ان احنا شايفين فعلا كلير بنفيت اوف وركينج ات 600 درجه، ان انا بشتغل عند رياكتور اصغر كتير جدا 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 من اللي انا كنت هشتغل فيه لو انا هشتغل عند 400 درجه. يبقى احنا شايفين ميريت واضحه جدا، بنفيت واضحه جدا من وجهه نظر الكاينتكس. تعال نبص على البريشر. انا بستخدم هاي بريشر 25 بار، طب ليه ما استخدمش مثلا 1 بار؟ قال لك بص على الكونسنتريشن. الكونسنتريشن في الجاز فيز بنعبر عنه كونسنتريشن هيساوي البريشر بتاع الكومبوننت اللي بتكلم عليه على ار تي، سي بتساوي بي على ار تي. فمن الواضح ان الكونسنتريشن بتاع الكومبوننت بيتناسب مع البريشر، فكل ما بزود البريشر كل ما الكونسنتريشن بيزيد. بمعنى رفلي كده ان انا لو بشتغل عند 25 بار فالتركيز بتاع الرياكتنت عند 25 بار رفلي هيساوي 25 مره تركيزه عند 1 بار. وطبعا الرياكشن ريت بيتناسب مع الكونسنتريشن سواء بقى اس 1 اس 2 على حسب المعادله، بس برضو نقدر نقول رفلي ان الرياكشن ريت هيبقى اسرع 25 مره. تمام. يبقى برضو كاني بوفر حجم كبير من الرياكتور لما بشتغل عند 25 درجة، لان انا عندي الريت تقريبا 25 ضعف لو اشتغل عند 1 بار. تمام. يبقى من الواضح ان في بينفيت وميريت واضحة جدا في استخدام البريشر العالي. اوكي. تعال نبص على وجود الهيدروجين في الفيد. وجود الهيدروجين في الفيد هيخلي تركيزه، احنا برضو بفكرك احنا بنبص دلوقتي من ناحيه الكاينتكس، من ناحيه الكاينتكس انا عندي الرياكشن ريت بيتناسب مع تركيز المتفاعلات. وجود الهيدروجين بنسبه عاليه هيخلي all the time الرياكشن ريت عالي، وبالتالي هيسرع العمليه بتاعت انتاج البنزين والميثين. يبقى اذا في بنفيت واضحة من وجود الهيدروجين كاكسس. طيب تاني جزئية، وجود الميثين في الفيد. وجود الميثين في الفيد وانا عندي رياكشن
في ريفرسيبيليتي، ف الميثين هيرجع رياكشن تاني او تند ان هو يرجع البرودكت يحولها الى رياكتنس، وبالتالي وجوده من وجهة نظر الكاينيتكس ما هواش شيء يعني ننصح بيه، لا ده بالعكس ده هيخلي الموضوع اسوأ. وبالتالي فاحنا لحد دلوقتي مش شايفين ميزة لوجود الميثين. لو حبينا نلخص الفايندينجز اللي احنا لقيناها في الايفالويشن بتاع رياكتور، هنبص على الجدول ده كده ونشوف عندنا التو اسبيكتس اللي احنا عملنا لهم كونسيدريشنز اللي هو الثيرمودينامكس والكاينيتكس، دولت اللي احنا قارنا من خلالهم. الهاي تمبريتشر لقيناها مش جاستيفايد في الثيرمودينامكس، بس تاثيرها مش كبير، ما بتضرش العمليه. الهاي بريشر مش جاستيفايد وبرضه ما لهاش تاثير، كل الكلام ده من وجهه نظر الثيرمودينامكس. الاكسس هيدروجين لقيناها جاستيفايد بتعمل بينيفيت. الميثين في الفيد ما لقيناهوش جاستيفيكيشن، الكلام ده برضو كل ده من وجهه نظر الثيرمودينامكس، عشان ممكن حد يقول ايه طب ما هو الجاستيفيكيشن بتاع مثلا الميثين ان هو صعب فصله من الهيدروجين، تمام، بس ده مش من وجهه نظر الثيرمودينامكس. تمام، من وجهه نظر الكاينتكس لقينا الهاي تمبريتشر جاستيفايد والهاي بريشر جاستيفايد والاكسس هيدروجين جاستيفايد، والميثين برضو ملوش جاستيفيكيشن وحتى ممكن ياثر بالسلب على الرياكشن. في ملاحظات مهمة عايزين نقولها قبل ما نخلص الكيس ديت. اولا لازم نقول ان الكاتاليست بيشتغل في الريجون بتاعة الكينيتيكالي كنترول، تمام، عشان كده قلنا براحتنا ان احنا مثلا لو رفعنا من 400 درجة ل 600 درجة ان الريت هيتحسن ب 430 مرة وكده، لكن لو كان عندي مثلا ماس ترانسفير كنترول ريجيم يبقى مش هتكلم بس على مش هتكلم على كينيتكس، انا هتكلم هيبقى الليميتنج عندي في الحاله دي الماس ترانسفير، فالكلام هيختلف، فلازم ناخد بالنا من الحته دي. الريسايكلينج بتاع الهيدروجين اللي هو 400% اكسس ده بيج بينالتي الحقيقه، كميه كبيره جدا وهيبقى فيه كومبريسور ضخم، فالقصه يمكن تكون اكتر شويه من ان انا بزود الريت. الهيدروجين اكشولي وان اوف ذا ريزنز ان هو بيستخدم عشان يمنع certain side reactions، لما نسبته بتبقى اعلى من حاجه معينه بيمنع certain side reactions، دي يمكن هتبان شويه في شابتر 23 الخاص بالرياكتور. برضو ما حليناش موضوع الميثين سواء من الثيرمودينامكس او الكينيتكس، احنا لحد دلوقتي مش فاهمين هو ليه الميثين موجود في الفيد بنسبه كبيره، والحقيقه ان الاجابه ان فصله من الهيدروجين ك unreacted هيدروجين مع البروديوسد ميثين بيبقى عملية صعبة شوية، وبالتالي فوجوده بنسبة كبيرة ده يعني نتيجة ان انا مش قادر افصله بشكل او يعني فصله هيتكلف بشكل كبير.